السلام عليكم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، اليوم عندنا الدرس الرابع من الفصل العاشر، موضوع أنماط الضرب والجمل المفتوحة، صفحة 174. فكرة الدرس: أصف أنماط الضرب وأحل الجمل المفتوحة. الأنماط أخذناها من قبل بالفصل الرابع. الأنماط العددية قلنا هي إما زيادة منتظمة أو نقصان منتظم في الأعداد، إما زيادة أو نقصان. الجمل المفتوحة هي جملة تحتوي على عدد مفقود، مثلا عندنا جملة الضرب هذه 3 في فراغ تساوي 6، هذا نسميه عدد مفقود. إذا هذه جملة مفتوحة، جملة مفتوحة هي جملة تحتوي على عدد مفقود. أما أنماط الضرب هي إما زيادة أو نقصان منتظم، هذه الزيادة أو النقصان إما تكون بالعدد الأول، هذا نسميه العدد الأول في جملة الضرب، هذا العدد الثاني وهذا ناتج الضرب، إما في العدد الأول أو في العدد الثاني أو في الناتج حسب ما منطقنا بالسؤال. مثلا عندنا فقرة أتعلم، عندنا هذه الجمل 2 في 1 تساوي 2، 3 في فراغ تساوي 6. كيف أجد الأعداد المفقودة في عمليات الضرب؟ عندنا هنا عدد مفقود، شلون نطلع العدد المفقود؟ نلاحظ النمط، ننتبه على العدد الأول والعدد الثاني والناتج. عندنا 2 صارت 3، 3 صارت 4، إذن ألاحظ الزيادة في العدد الأول، تزداد الأعداد بمقدار 1 في كل مرة، إذن بعد 4 نزيد 1 على 4 تصير 5، 5 في 4 يساوي 20 من جدول الضرب، 5 في 4 يساوي 20، 3 في فراغ تساوي 6. نلاحظ النمط بالعدد الأول 1 فراغ، بالعدد الثاني 1 فراغ 3 4، نلاحظ أنه 3 صارت 4، 3 نزيد عليها 1 صارت 4، إذن النمط في العدد الثاني أيضا يزداد بمقدار 1، 1 زائد 1 تساوي 2، 2 زائد 1 تساوي 3، 3 زائد 1 تساوي 4، وهكذا 3 في 2 تساوي 6. راح ننتبه على العدد الأول، النمط بالعدد الأول والعدد الثاني وأيضا بالناتج حسب ما منطقنا بالسؤال. عندنا فقرة أتأكد، أكتب الأعداد المفقودة ثم أصف النمط. عندنا السؤال الأول، نلاحظ العدد الأول ثابت، الرقم 3 ثابت في جميع الجمل، جمل الضرب. عندنا أيضا العدد الثاني 1 2 فراغ 4 فراغ، 1 صارت 2، 2 فراغ بعد الفراغ 4، إذن نلاحظ النمط بالعدد الثاني تزداد الأعداد بمقدار 1، 1 نزيد عليها 1 تصير 2، 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4، 4 زائد 1 5، وهكذا أيضا ناتج الضرب يزداد بمقدار 3 في كل مرة، 3 زائد 3 6، 6 زائد 3 يساوي 9، وهكذا 3 في 3 يساوي 9، أيضا 3 في 5 تساوي 15. ألاحظ النمط في ناتج الضرب تزداد الأعداد بمقدار 3 في كل مرة، كذلك العدد الثاني يزداد العدد بمقدار 1 في كل مرة. عندنا السؤال الثاني، راح ننتبه على العدد الأول 1 فراغ 3 4 فراغ، نلاحظ أنه 3 صارت 4، النمط في العدد الأول 3 صارت 4، إذن 3 زائد 1 تساوي 4، إذن تزداد الأعداد بمقدار 1 في العدد الأول، 1 زائد 1 2، 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 4، 4 زائد 1 5، إذن العدد المفقود هنا 5 وهنا 2، 5 في 5 تساوي 25. نلاحظ النمط بالعدد الثاني ثابت، العدد الثاني ثابت، 5 الرقم ثابت، إذن العدد المفقود هو الرقم 5، 4 في 5 يساوي 20، كذلك ناتج الضرب تزداد الأعداد بمقدار 5 في كل مرة، 5 زائد 5 10، 10 زائد 5 تساوي 15، وهكذا. ألاحظ النمط في ناتج الضرب تزداد الأعداد بمقدار 5 في كل مرة، كذلك العدد الأول يزداد بمقدار 1 في كل مرة، العدد الأول يزداد بمقدار 1 في كل مرة، أما العدد الثاني ثابت. هاي بالنسبة لفقرة أتأكد. فقرة أحل صفحة 175، أكتب الأعداد المفقودة ثم أصف النمط. عندنا السؤال الثالث، نلاحظ العدد الأول 5 فراغ 3 2 فراغ،
نلاحظ انه العدد 3 صار 2، 3 صارت 2، اذا تنقص الاعداد بمقدار 1 في العدد الاول في الاعداد المضروبة. 5 ناقص 1 تساوي 4، 4 ناقص 1 3، 3 ناقص 1 2، 2 ناقص 1 تساوي 1. إذا العدد المفقود 4، 4 في 2 تساوي 8، 3 في 3 تساوي 9، 2 في 4 يساوي 8، 1 في 5 يساوي 5. النمط في الأعداد المضروبة، تنقص الأعداد بمقدار 1 في كل مرة، الأعداد الأول ينقص بمقدار 1 في كل مرة. عندنا السؤال الرابع، نلاحظ العدد الأول 1 2 فراغ 4 5، إذا تزداد الأعداد، 1 زائد 1 تساوي 2، نلاحظ أن العدد يزداد بمقدار 1 في كل مرة، إذا 2 زائد 1 تساوي 3، 3 زائد 1 4، 4 زائد 1 5. هذا بالنسبة للعدد الأول. أما العدد الثاني فراغ 2 3 فراغ 5، 2 صارت 3، تزداد الأعداد بمقدار 1، إذن العدد الأول عندنا 1، 1 زائد 1 2، 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 يساوي 4، 4 زائد 1 5. إذن العدد المفقود عندنا 3 في 3 يساوي 9، 4 في 4 يساوي 16، 1 في 1 تساوي 1، وهكذا. النمط في الأعداد المضروبة، تزداد الأعداد بمقدار 1 في كل مرة، تزداد الأعداد بمقدار 1 في كل مرة. عدنا السؤال الخامس، نلاحظ العدد الأول 5 4 3 2 1، العدد الأول ما عدنا عدد مفقود بالعدد الأول، تنقص الأعداد بمقدار 1، 5 صارت 4، 4 صارت 3، إذن ينقص العدد بمقدار 1. العدد الثاني رقم ثابت هو الرقم 4، الرقم 4 إذن الرقم المفقود هو 4، 4 في 4 يساوي 16، 5 في 4 بالنسبة للجملة الأولى 5 في 4 يساوي 20، 5 في 4 يساوي 20، 4 في 4 يساوي 16، 3 في 4 يساوي 12، 2 في 4 يساوي 8. 1 في فراغ، العدد الثاني ثابت هو الرقم 4، إذن العدد المفقود 4، 1 في 4 يساوي 4، 1 في 4 يساوي 4. نلاحظ النمط في العدد الأول ينقص بمقدار 1، كذلك ناتج الضرب ينقص بمقدار 4 في كل مرة. النمط في ناتج الضرب، تنقص الأعداد بمقدار 4 في كل مرة. عندنا السؤال السادس، فراغ 3 2 1، 3 صارت 2، 2 صارت 1، إذن نلاحظ النمط الأعداد تنقص بمقدار 1، 3 ناقص 1 2، 2 ناقص 1 1، إذن الرقم هو 4، 4 ناقص 1 3، 4 في 1 يساوي 4، 3 في 2 من جدول الضرب، 3 في 2 يساوي 6، 2 في 3 يساوي 6، 1 في فراغ. نلاحظ النمط بالعدد الثاني 1 2 3، تزداد الأعداد بمقدار 1، 1 صارت 2، 2 صارت 3، 3 راح تصير 4، 1 في 4 يساوي 4. النمط في الأعداد المضروبة، العدد الأول ينقص بمقدار 1 في كل مرة، نلاحظ أن العدد الأول ينقص بمقدار 1 في كل مرة، كذلك العدد الثاني يزداد بمقدار 1 في كل مرة. عندنا السؤال السابع، العدد الأول 2 3، 2 صارت 3، يعني زيد على 2 1 تصير 3، 3 زائد 1 4، 4 زائد 1 5، تزداد الأعداد بمقدار 1. هذا بالنسبة للعدد الأول. العدد الثاني 1 فراغ 3 4، كذلك الأعداد تزداد بمقدار 1، 3 صارت 4، نزيد 1 على 3 تصير 4، إذن 1 زائد 1 يساوي 2،
اثنان زائد واحد ثلاثة، ثلاثة زائد واحد أربعة، خمسة في أربعة يساوي عشرون. خمسة في أربعة يساوي عشرون. النمط في الأعداد المضروبة، الأعداد تزداد بمقدار واحد في كل مرة. عندنا السؤال الثامن، العدد الأول خمسة أربعة فراغ اثنان، خمسة صارت أربعة. نلاحظ أن العدد ينقص بمقدار واحد، خمسة ناقص واحد أربعة، أربعة ناقص واحد ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد اثنان. كذلك النمط في العدد الثاني اثنان ثلاثة أربعة، تزداد الأعداد بمقدار واحد، اثنان زائد واحد ثلاثة، ثلاثة زائد واحد أربعة، أربعة زائد واحد خمسة، خمسة في اثنان يساوي عشرة، أربعة في ثلاثة يساوي اثنا عشر، ثلاثة في أربعة يساوي اثنا عشر، اثنان في خمسة يساوي عشرة. النمط في الأعداد المضروبة، تنقص الأعداد بمقدار واحد في كل مرة. كذلك العدد الثاني، تزداد الأعداد بمقدار واحد في كل مرة.